الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نخلد اليوم يباغي الاعتزاز ذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وهي مسيرة سلمية وشعبية مكنت من استرجاع الصحراء المغربية وعززت ارتباط سكانها بالوطن الأم. ومنذ ذلك الوقت تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال أولا تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم وتعلقهم بمقدسات الوطن في إطار روابط البيعة القائمة عبر التاريخ بين سكان الصحراء وملوك المغرب. ثانيا النهضة التنموية والأمن والاستقرار الذي تنعم به الصحراء المغربية. ثالثا الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي. وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف عالم آخر منفصل عن الحقيقة ما زال يعيش على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن. فهناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف ويأخذهم كرهائن في ظروف يرثى لها من الذل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق. وهناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي. لهؤلاء أقول نحن لا نرفض ذلك، والمغرب كما يعرف الجميع يقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي في إطار الشراكة والتعاون وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة. وهناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة. وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة. لهؤلاء أيضا نقول إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية. لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته. شعبي العزيز، إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع. ونود الإشادة هنا على وجه الخصوص بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن والمساهمة في تنميته. وتعزينا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها الجديدة. لهذا الغرض وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي على أساس هيئتين رئيسيتين. الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة يجب أن تقوم بدورها كاملا كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات وتنتعكس تمثيلية مختلف المكونات الجالية. وبهذا الخصوص ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس في أفق تنصيبه في أقرب الأجل. أما الثانية في إحداث هيئة خاصة تسمى المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي ستشكل الدرع التنفيذي للسياسة الأمومية في هذا المجال. وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة
مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين وتنسيق إعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها. وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك بتدبير الآلية الوطنية لتابعة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج التي دعونا لإحداثها وجعلها في صدارة مهامها، وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات وخبرات المغربية بالخارج ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع. وإننا ننتظر من هذه المؤسسة من خلال الانخراط القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين أن تعطي دفعة قوية للتأطير اللغوي والثقافي والديني لأفراد الجالية على اختلاف أجيالهم. ومن أهم التحديات التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها تبسيط ورقمنة المصادر الإدارية والقضائية التي تهم أبناءنا بالخارج، كما نحرص أيضا على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة في حدود 10%. سامي العزيز، من الخصوصيات التي قدمها جيل المسيرة تحفزنا على المزيد من التابعة واليقظة قصد تعزيز المكاسب التي حققناها في ترسيخ مغربية الصحراء ومواصلة النهضة التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية. وبنفس الروح يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل مواطن في جميع الجهات من الريف إلى الصحراء ومن الشرق إلى المحيط مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات. ونختم هذه الذكرى المجيدة لاستحضار قسمها الخالد وفاء لروح مبدئها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.